سيد شنوفي، إذا من خلال ما تقدمتم به اليوم خلال الندوة الصحفية التي قدمتموها اليوم، هل نقول أن فرضية الفعل الإجرامي مؤكدة فعلا؟ للإجابة على هذه الأسئلة تم فتح تحقيقات. التحقيقات الأولية أثبتت أن فعل الحريق تاع الغابات على مستوى غابة قريا والمناطق المجاورة كانت بفعل فاعل وبطريقة عمدية. على هذا الأساس التمسنا من الضبطية القضائية، تم توجيه تعليمات إلى الضبطية القضائية لتحديد الفاعلين وإيقافهم. التحقيقات النهائية توصلنا إلى إيقاف 19 شخصا مشتبه فيهم في ارتكاب بطريقة عمدية حرق الغابات. من خلال التحقيق مع هؤلاء الموقوفين تبين وجود 3 أشخاص من بين الموقوفين في اتصالات مباشرة مع أشخاص متواجدة خارج أرض الوطن. كيف تم الكشف عن هوية الأطراف خارج الوطن؟ عن طريق الرسائل النصية، بحيث أنه تم التحقق من أجهزة الهاتف النقال التي تم ضبطها لدى الفاعلين الرئيسيين. من بين الرسائل النصية تبين وجود رسالة نصية هامة يطلب من خلالها الأشخاص المتواجدين خارج أرض الوطن لمعلوماته الشخصية لغرض دفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة لقاء الفعل الإجرامي الذي تم على مستوى غابات قريا والمناطق المجاورة له بمشاركة باقي الفاعلين.